ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. فيديو النهاردة فيديو مميز جدا جدا جدا، هنشوف من خلاله مجموعة من الأدوات المنزلية الحديثة والأفكار والحيل والمنظمات والأجهزة المنزلية الذكية اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ، وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة زي التلاجة أو المطبخ أو في البيت عموما، وكمان بتوفر علينا الوقت والجهد. هنشوف مع بعض من خلال الفيديو بعض المنتجات والأدوات والأجهزة المنزلية اللي مفيش أي ست بيت تقدر تستغنى عنها، وطبعا هقول لكم وهعرفكم ازاي تقدري تحصلي على المنتجات دي بكل سهولة وبطريقة سهلة جدا وبسيطة، بشرحها لكم دايما في نهاية كل فيديو. ولو أول مرة بتشوفي فيديوهاتي وبتتابعي قناتي، أتمنى أنك تنضمي لينا، وده عن طريق الضغط على زر الاشتراك، وعشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة تقدري تفعلي جرس الإشعارات للكل، وده عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة إن شاء الله. ولو الأدوات اللي في الفيديو عجبتك، أتمنى أنك تدعميني بالضغط على زر اللايك. ويلا بينا بقى دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض، ونشوف المنتجات والأدوات اللي موجودة معانا في الفيديو ده، وهنشوف ونتعرف مع بعض ازاي نقدر نستخدم الأدوات دي وازاي نقدر نستفيد منها. هنا بقى معانا آلة قفل الأكياس، تقدري ان انت تقفلي بيها الأكياس عن طريق الحرارة، وهي بتشتغل بالحجرة، وطريقة استخدامها سهلة جدا وبتساعدك على حفظ الطعام وان يفضل دايما عندك طازة. وطبعا الآلة دي بتكون غير مناسبة للأكياس الورقية والأكياس الألمونيوم. وبعد كده معانا الطبق ده اللي بيساعدك على تنظيف وتصفية الفواكه او الخضار اللي بتبقى عندك. وبعد كده معانا الأداة اللي بتساعدك على تقشير اللب بكل سهولة. وبعد كده هنا معانا منظم للمكرونة والبقوليات ومختلف انواعها واشكالها واحجامها، تقدري ان انت تنظمي فيه جميع انواع المكرونة والبقوليات اللي عندك. بعد كده تعالي نشوف مع بعض، عندنا هنا الاداة 3 في 1، وهي بتبقى مخصصة لتقطيع الفاكهة بكذا شكل، وتقدري من خلالها تقطعي البطيخ او الشمام بطريقة سهلة وجميلة زي ما ظاهر قدامك من خلال الفيديو كده. وبعد كده تعالي بقى نشوف مع بعض، معانا منظم او حافظة للعصير، وطبعا تقدري ان انت تنظمي من خلاله مختلف انواع العصاير اللي انت بتفضليهم، وطبعا بيبقى فيها حنفية تقدري تستخدميه وهو جوه التلاجة بكل سهولة، مش هتضطري تطلعيه برا التلاجة. وبعد كده معانا الممسحة الجميلة دي، طبعا بيجي معاها الجردل بتاعها، وده بيساعدك ان انت تعصريها من كل المية واي مواد تنظيف بتكون عليها، وبعد كده تقدري تستخدميها في تنظيف مختلف الاسطح اللي بتبقى موجودة عندك في البيت. بعد كده معانا الاداة دي اللي تقدري من خلالها تلمي بيها الشعر او الوبر من على السرير او السجاد او الهدوم او الكنب. وبعد كده معانا القطعة اللي تقدري من خلالها تقطعي بيها قطع الزلابية من العجين بكل سهولة زي ما انت شايفة كده من خلال الفيديو. بعد كده هنشوف مع بعض منظم للمطبخ، عبارة عن درجين تقدري ان انت تنظمي فيه الزيوت او التوابل او الصوصات، وتقدري ان انت تثبتيه عندك في دولاب المطبخ. وبعد كده تعالي شوفي معايا الجهاز ده، بيساعدنا على سحب الهواء اللي موجود في اكياس حفظ الطعام، وبيساعدنا على تنظيم واستغلال المساحات جوه التلاجة او في الفريزر. وبعد كده عندنا المطحنة اللي تقدري من خلالها تطحني الرز او السكر او التوابل بكل سهولة. وهنا بقى عندنا كفرات كوابل للكهرباء، وهي مهمتها ان كوابس الكهرباء عندك ما يوصلهاش اي مية، وتقدري طبعا تثبتيها عندك في الحمام او تثبتيها في المطبخ. وهنا بقى معانا السلة اللي تقدري تثبتيها عندك على درف دولاب المطبخ، وبتساعدك تتخلصي من بواقي وتنظيف الخضار. بعد كده تعالي بقى نشوف مع بعض، عندنا المنظم ده
تقدري ان انتي تثبتيه عندك في الحمام وتنظمي عليه ادواتك، الشامبو والكريمات بتاعتك، وتنظمي عليه كمان المناديل الرول، تقدري تنظمي عليه ادواتك الخاصة. بعد كده معانا قشرة السمك دي، وهي بيبقى فيها حاجة مميزة قوي، بيبقى فيها جزء مخصص زي الدرج كده بيحتفظ بالقشور اللي بتطلعها من السمكة، بتبقى حلوة قوي في الاستخدام. عاوزة اقولك لو انت عندك اي استفسار عن اي منتج بالفيديو تقدري ان انت تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليكي في اقرب وقت ممكن. ولو عاوزة تشوفي ادوات منزلية وافكار تانية كتير ما تنسيش تدوسي اشتراك وفعلي جرس الاشعارات عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة ان شاء الله. ويلا بقى نكمل ونشوف باقي المنتجات اللي معانا بالفيديو ده. بعد كده عندنا المنظم ده، تقدري تثبتيه عندك في دولاب المطبخ او على الرخامه وتنظمي عليه الزيوت او الصوصات او التوابل، وبيخلصك من كركبه وادوات ولوازم المطبخ. وهنا بقى عندنا منظم البقوليات ده، المنظم ده متقسم لثلاث خانات صغيرين وخانه كبيره، وطبعا المنظم ده بيجي معاه اداه معياريه تقدري ان انت تعايري بيها الكميه اللي انت محتاجاها بمجرد ما تضغطي على الزرار، وتقدري تنظمي بيه البقوليات او السكر او الرز او الدقيق. هنا بقى معانا اداه التثبيت او الحامل ده، تقدري انك تثبتيه جنبك على السرير او جنب كوبس الكهرباء، وتقدري تستخدميه تحطي فيه مثلا موبايلك وهو بيشحن، او تحطي فيه ريموت التلفزيون، او تعلقي عليه ادواتك. بعد كده عندنا المنظم ده، تقدري ان انت تثبتيه فوق قاعدة الحمام وتنظمي عليه المناديل وانواع الشامبو او الكريمات او العطور او اي حاجة انت عاوزاها. بعد كده عندنا الآلة دي، وهي بتكون مخصصة لسلق البيض، استخدامها بيكون سهل جدا، وهي بتكون دورين وبتشيل معاكي حوالي 14 بيضة. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا الترابيزة او الطاولة الصغيرة دي، وطبعا تقدري ان انت تستخدميها للمذاكرة او الاكل، وطبعا تقدري ان انت تثبتي عليها اللابتوب او التابلت بتاعك وانت على السرير. بعد كده عندنا منظم البيبسي ده، تقدري ان انت تنظمي فيه علب كنزات البيبسي او العصاير، وطبعا هو بيديكي شكل منظم وجميل جدا جوه التلاجة. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا الشماعة دي، تقدري ان انت تنشري عليها الشرابات والملابس الداخلية. وبعد كده على طول تعالي نشوف مع بعض عندنا كاسرولة للزيت، وهي بتشيل كمية كبيرة من الزيت، وبيجي معاها مصفى بتساعدك على ازالة الشوائب او اي حاجة من الزيت. بعد كده معانا الطبق ده اللي بيجي متوفر معاه مصفى، وطبعا الطبق ده بيبقى ضد الكسر، تقدري تستخدميه في تنظيف وتصفية الخضار او الفاكهة او الفراخ او اللحمة اللي عندك، وطبعا تقدري تستخدميه كطبق تقديم تقدمي فيه الفاكهة او الخضار او اي حاجة عندك. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا المنشر ده اللي بيجي معاه مجموعة من المشابك، تقدري ان انت تثبتيه على الحيطة كده بكل سهولة وتنشري عليه الشرابات او الملابس الداخلية. بعد كده عندنا اداة التثبيت دي اللي تقدري تثبتيها عندك على الجدار بكل سهولة في الحمام او في المطبخ، وطبعا تقدري ان انت تنظمي عليها مختلف انواع واحجام الاطباق اللي بتكون عندك. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا الأداة اللي بتساعدنا على عمل السمبوسة او القطايف بمختلف الحشوات اللي احنا بنفضلها، تقدري ان انت تستخدميها وتعملي منها كميات بكل سهولة. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا القطعة السيليكون دي، وهي بتساعدك على تقشير الثوم بكل سهولة، وكمان تقدري ان انت تقشري بيها السوداني. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا قطع تشكيل العجين دي، وهي بتبقى على شكل وردة او شكل زهرة، طبعا تقدري تحشي العجينة بمختلف الحشوات اللي انت بتفضليها،
وبعد كده تفرديها على شكل دائري وتثبتيها على أداة التشكيل دي وتشكلي العجين بيها بكل سهولة. وهنا بقى عندنا فرشة التنظيف دي، تقدر ان انت تنظفي بيها المواعين او اي حاجة انت عاوزاها، وطبعا بيجي فيها جزء مخصص تقدر ان انت تضيفي فيه المية او الصابون اللي انت حباه، وهي طبعا بيجي معاها كذا قطعة بيساعدوك ان انت تنظفي مختلف الحاجة اللي بتبقى عندك بكل سهولة. بعد كده تعالي نشوف مع بعض. هنا بقى عندنا الممسحة الذكية اللي تقدري تمسحي بيها الشبابيك وتنضفي بيها الشبابيك من جوه ومن بره. وهنا بقى عندنا الكباسة اللي تقدري من خلالها تتخلصي من كل مشاكل الهدوم والأحذية، بيبقى ليها كذا طريقة في الاستخدام هتشوفيها من خلال الفيديو. وهنا معانا مصفى او منظم كوبايات، تقدري ان انت تصفي عليه الاشكال والاحجام المختلفة من الكوبايات اللي بتبقى موجودة عندك. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا المنظم اللي تقدري تثبتيه عندك على جدار المطبخ وتقدري تنظمي عليه مختلف انواع السكاكين والشوك اللي بتبقى موجودة عندك. ودلوقتي بقى هقولك ازاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا في الفيديو ده بكل سهولة. بعد ما شوفنا مع بعض مجموعة من المنتجات المتميزة اللي بتساعدنا دايما على توفير الوقت والجهد، واللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت، وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة في التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما، وكمان وضحنا ازاي نقدر نستخدمها ونستفيد منها بكل سهولة. والحقيقة انها ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة، وتقدر ان انت تستفيدي منها وتستخدميها بكذا طريقة مختلفة. كمان بتسهل عليك الحياة اليومية وشغلك في البيت. وبعد بقى ما اتكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن المنتجات اللي في الفيديو ده، هقولك عن الطرق اللي تقدري من خلالها تجيبي كل المنتجات دي بكل سهولة. بصي بقى، انت تقدري تجيبي المنتجات دي بثلاث طرق. طبعا انت اللي تقدري تحددي وتختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه. فبداية كده اول طريقة، لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدري ان انت تجيبي كل الادوات والمنتجات دي عن طريق تطبيق علي اكسبريس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون. وبالنسبة لاسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة، وطبعا بتعتمد على الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها. لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى ليها سعر مختلف. اما بالنسبة لمصاريف الشحن فده بيختلف على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه. بعد كده الطريقة التانية وهي الاونلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام، وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبيعوها عن طريق الاونلاين على السوشيال ميديا، وبتقدري تطلبي منهم المنتجات اللي انت عاوزاها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف شحن على حسب المحافظات طبعا اللي انت بتكوني فيها. وطبعا عاوزة اقولك ان طريقة البحث عن الصفحات دي سهلة جدا، بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجرام عن الادوات المنزلية دي وبتقدري توصلي لها بكل سهولة. اما بقى بالنسبة للطريقة الثالثة فهي المحلات اللي بتبقى موجودة عادي في الاسواق الكبيرة او بتبقى موجودة في المولات اللي بتبيع الادوات المنزلية دي زي كارفور ورنين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرايس. وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو عجبتك اتمنى تدعميني وتعملي لايك للفيديو واشتراك للقناة، وتقدري انك تفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة ان شاء الله. ولو عندك اي استفسار في اي حاجة تقدري ان انت تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليكي في اقرب وقت ممكن.